يعطيكم العافية شباب وصبايا، أنا جورج عبد الله لتعليم آلة العود. اليوم رح نبلش بالتمارين الأولى لأي مبتدئ. أخذنا درسين، درس الأول نظرة عامة على العود، درس الثاني كيف نشتري العود، والدرس الثاني كيف ندوزن آلة العود، وحددنا كيف نحط نقاط نحن مشان نعرف وين العلامات وأسماء العود، أسماء الأوتار، وكيف أنا مدوزن العودي، ورح أرجع عيدهم من تحت لفوق، فا دو صول ري لا فا، بهاي الطريقة أنا مدوزنه. هلا نحنا ده الأربع في ريش وحركات كتير بالعود، ورح ناخدها كلها شوي شوي. الأربع حركات الرئيسية هي الريشة الهابطة أو الصد، والريشة الصاعدة أو الرد كمان، والريشة الهابطة صاعدة، والريشة الصاعدة هابطة. هلا رح نرمز لهم نحنا بالريشة الصاعدة بالرقم 8 والريشة الهابطة بالرقم 7. يعني لما نكون عم نعزف من فوق لتحت بحركة الإيد، من فوق لتحت الحركة العادية، منكون نحنا رقم 7. يعني أنا بكتب بصندوق الوصف تمرين كذا مثلا، بحط بالأربع حركات يعني 7 7 7، معناته هذا يعني أربع حركات بريشة هابطة. يعني دو نعمل هيك لأنه نحن مبتدئين، دو نعمل 1 2 3 4 ري، 2 3 4 مي، 2 3 4 فا، 2 3 4 صول، 2 3 4 لا، 2 3 4 سي، 2 2 3 4 سي، 2 3 4 لا، 2 2 3 4 فا، 2 3 4 مي، 2 3 4 ري. ريشة هابطة. هلأ ما مطلوب أكثر من هيك. الريشة الصاعدة واللي راح تكون رمزها رقم 8 تكون لفوق من الأسفل للأعلى، يعني هلا الريشة الهابطة صاعدة، دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. الريشة هابطة صاعدة، دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. تمام، هدول أربع رياش رح نشتغل عليهم. ومثل ما قلت لكم لما نحط بصندوق الوصف حط رقم 7، يعني الريشة من الأعلى للأسفل، مثل السهم باتجاه الأسفل لتحت، وللأعلى رقم 8، ريشة من الأسفل للأعلى، اعتبروها سهم للأعلى وسهم للأسفل. هلا رح ناخذ هدول التمارين بالأربع عدات. الشيء المهم دوما الحركة الأولى عليها أكسنت. شو يا أستاذ بتعني أكسنت؟ الأكسنت يعني الضربة الأولى عالية والثلاث ضربات اللي بعدها بيجوا منخفضين أكثر. هلأ رح ناخد الريشة الهابطة بالأربع عدات، بدو 2 3 4 ري، 2 3 4 Thank you.
أربعة فا اثنين ثلاثة أربعة صول اثنين ثلاثة أربعة لا اثنين ثلاثة أربعة سي اثنين ثلاثة أربعة دو اثنين ثلاثة أربعة سي اثنين ثلاثة أربعة لا اثنين ثلاثة أربعة صول اثنين ثلاثة أربعة فا اثنين ثلاثة أربعة مي اثنين ثلاثة أربعة طبعا بالاربع عدات. هذا الحكي عفوا راح ينطبق على الريش الباقي. اخذنا الريشه الهابطه او الصد من الاعلى للاسفل، هلا بناخذ الريشه الصاعده من الاسفل للاعلى. دو 2 3 4 ري 2 3 4 مي 2 3 4 فا 2 3 4 صول. أربعة سي اثنين ثلاثة أربعة لا اثنين ثلاثة أربعة صول. هلا بناخذ الريشة الهابطة صاعدة، يعني أول ضربة هابطة، ثاني ضربة صاعدة، الثالثة هابطة، الرابعة صاعدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة. ما بننسى الأكسنت على العلامة الأولى، الضربة الأولى. هلأ صاعدة هابطة والأكسنت على الأولى، يعني الضربة الأولى صاعدة، الثانية هابطة، الثالثة صاعدة، الرابعة هابطة. يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام. هلا هيك بتضل الاول مثلا اكتر شيء انت ضل كرر ليزبط معك كل تمرين. يعني اول شيء بتبلش، يعني نحن راح هلا نفرد التمرين. كيف نحن كنا عم نعمل؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة. هلا بنعمل ضربتين بضربتين. واحد اثنين ري ري مي بنعمله ضربة واحدة. تمام. ما مطلوب منك السرعة، بتضل بتشتغل على مهل شوي شوي بكل بساطة. بنرجع شغلة، حركة من المعصم مو من كل ايد، من المعصم حتى الدماغ كمان يفهم من المعصم الحركة، بس قبضة اليد المتحرك كمان على الضربة الاولى الاكثر. بنرجع منين؟ فرد على الواحد،
فينا نعد كمان مشان نحفظ انه كل ما بتقول واحد تعمل اكثر. نفس الشيء على الصاعدة. أنا هون صار شيء معي بصير حتى معك أنت وبصير مع المحترف بصير مع المبتدئ. الفكرة أنه أنت ما توقف تعمل شيء صح. يعني أنا كنت عم بعمل دو دو وعبقول بدي فرد علامتين أو واحدة مثلا، كنت عبقول بدي أعمل اثنينات دو دو ري ري، خربطت هون برجع بدي أرجع. حاول تقدر تصنع جملة ما تبين انها خربت وتشتغل صح وعلى الوزن ورجع زبط عزفك مشان تتعود دائما انت تتجاوز بعض العقبات الصغيرة بطريقة احترافية تمرن مخك عليها. يعني بنرجع تبهت ورجعت لنفس الخطأ، اخذته بطريقة ما تبين وراح ارجع اشتغله صح مشان تتمرن. بس انت عقلك تعلمه يحاول ما ينشز ويدخل بطريقة ذكية من لمن انت تكون مبتدئ. الفكرة كمان مهمة ما تخلط بين انك تتجاوز اي عقبة بايدك مشان تمرنها ومشان ما تكون مثلا عم تعمل هيك تبين انت حتى تتلبك وتقول يلا بدي ارجع. حاول كفي من عند غلطك او قدر جمله، واذا وصلت لمرحلة تعرف الجملة صح بتكون شيء حلو كتير. يعني هذا الشيء ونفس الوقت التمرين تمرين، يعني انت ما تستقصد انك انت عندك تمرين تلعبه غلط، ما تستقصد. بس اذا غلطت فيه صححه، صح حاول صححه بطريقة صح او عيده مشان ما يضل راكب عندك غلط. يعني نازل طالع دو ري مي فا سول لا سي دو سي لا سول فا مي ري دو، دو ري مي فا سول لا سي دو سي لا سول فا مي ري دو. تمام، هلا نازل طالع ضرب الضرب مثل ما اتفقنا من نحن عم نحلل او عم نفكك التمرين. يعني هلا دو ري مي فا سول لا سي كتير 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 مهم. في شيء مهم كمان، انتبه لما تغلط بالكلام غير التمرين بس انت عم تشتغله صح مرقه وخلص. تمام ما في مشكلة، طالما انت او عفوا طالما انت ما عم تغني وخربطت بالغناء. يعني انت قاعد عم تقول نازل طالع مثلا، عم تقول نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. هذا الشيء انا دائما عم بحط حالي مكانك. انا صار معي كمان وقت كنت مبتدئ ومع كتير عزيفة بصير احيانا خطأ، بس نتيجة الخبرة والاحتراف بيعرفوا كيف يتجاوزوا وما بتحس فيه. هلا بالاستديو بتكون اصعب، لما يكون في تسجيل بتكون اصعب والاخطاء صعبه تتجاوزها،
اما احيانا على المسرح كتير وباللايف احيانا الحماس الشعور بصير حركة زيادة نغمة زيادة سرعة اكتر اقل، بس العازف المحترف نتيجة الخبرة والتمرين بيقدر يتجاوزها. نرجع لقصة انك انت لما تكون عم تحكي تخربط بس بعدها ايدك ماشية صح، مو مشكلة ضل ماشيها. يعني انت عم تقول مثلا هي هاي مثلا رد رد الريشة الهابطة رد، بتقول رد صد رد صد رد صد رد صد. مثلا انت قلت عكسته مثلا، هلا انا رح اضرب فوق وقول العكس، تمام؟ رح اقول هلا رد صد رد صد رد صد رد صد. غلط، انا قلت غلط بس عم بنفذ صح. يعني كيف؟ يعني انا ببالي نفذ الريشة تبع رد صد رد صد رد صد رد صد. في شغلة انا عم بقول لك هيك لحتى ما تصعب عليك الامور، وما اذا احيانا كتير بالبداية بيصيب الواحد بعض يمكن يتخلى الاحباط بسرعة لبعض منه، وفي منه لا ثابتين وفي منه ما بيرضى غير يقول صح وينفذ صح. الاساس انك تقول صح تنفذ صح وبأبطأ ما يمكن، ما في مجال تستعجل. بس انا اللي عم بقوله نحن مثل ما بقوله الواحد يسهل الامور يبسطها وخاصة بالبداية، بعدين بتركب صح ومية بالمية ودقيقة بالمية. الافضل دائما انك انت كمان ما تعود حالك انه لا دائما انا بدي صحح وغلط. اذا لقيت الشغلة انت وقعت بدوامة تغلط وتصحح تغلط وتصحح، ومعناتها انت تمرينك ما عم تنفذه بدقة. التمرين لازم ينفذ بدقة مثل ما انه مكتوب، مثل ما المؤلف عمله، مثل ما حتى الملحن. ما في داعي الاضافات، نحن هون ما قاعدين نقسم ونستخدم الخزينة اللحنية اللي عندنا. بس انا اللي قصدته لحتى بالبداية ما ينصاب باحباط. احيانا ممكن باضعف نغمة، يعني بس انه انت عم مطلوب انك منك ريشة هابطة تلاقي عم تعلق معك الوتار ببعضها عم تلبك ما عم تطلع. يعني هلا انا اعطيتك اربع رياش، ممكن تلاقي ريشة بالصاعدة، ممكن تلاقي قصة نازل طالع، او صدرت 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 صدرت، لانه هاي الشغلة رح توصلنا بعدين للفرداش للرش. هاي الشغلة رح توصلها للفرداش، بس بالبداية لا تحبط، خلي عندك إصرار، خلي عندك عزيمة. صار بعض الأخطاء نفذت أنا قدامك بعضهم، صار بعضهم وتجاوزتهم، وأنت لازم تتعلم هيك وتضل مصر. معلش تعبت شوي لقيت بعض الإرباك، نحن اتفقنا إذا أنت الوتار صعب كتير عليك لسه ما تطلع يعني عادي. معلش لو عملت لك شوي هيك مو غلط. دايما خلي الريشة بين القمريتين، يعني هون مو كتير قريبة على الفرس مو كتير قريبة، هون وسطية بين قمريتين الصوت أجمل. ما كتير تعقد حالك، عم نحكي أكتر من التنفيذ مشان ما تحبط بسرعة، لأنه بالبداية بتكون شوي أصعب. أو حط مراي قدامك كمان منه بتشوف ايدك، ونفذ الحركة ببطء جدا 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 على مهلك. يعني ودو دو دو، واحد اثنين ثلاث اربع، اثنين ثلاث، نفذها ببطء. كل التوفيق. انا هلا عم نزل الدروس شوي شوي ورا بعض، ما عم عقد الامور اكثر من ما بتستاهل. ما في معلومه لازم تاخذها قبل معلومه نفسه هذا. والتمرين الجاي كمان راح نشوف نحن كيف نتطور، راح نضيف لسه عليهم اكتاف لجوا ونشوف كيف تطور العزف.
هاي شغلات مهمة بالبداية دائما. يعني انت عم تطلع درج، هذا يعني مقولة بيستخدمها اغلب العالم في الصعود، درجة درجة، خطوة خطوة، ما تقطع، لأنه حتى لو انت عزفت شغلة بسرعة متطورة ولسه مو أخذها بالبداية ترجع تتخربط معك الأمور. بتمنى لكم كل خير. نحن اليوم رح أعمل مراجعة هلأ صغيرة، أخذنا 4 ريش، الريشة الهابطة وقلنا رح نرمز لها بالرقم 7 أو سهم نازل، والريشة الصاعدة رح نرمز لها برقم 8 أو هو نفسه اعتبره سهم طالع، والريشة هابطة صاعدة يعني رح تكون مسجلة طبعا بال4 دات، 1 2 3 4، دو 2 3 4، ري 2 3 4، والريشة صاعدة هابطة كمان نفس الشي، يعني بكون أنا مسجلة تحت 8 7 8 7 أو العكس بتكون 7 8 7 8. تراجعوا الفيديو بهدوء وتنتبهوا على التمرين. خلوا كمان في شغلة مهمة، هلأ نحن هسه ما عم نستخدم المترونوم، هو يفضل استخدامه مشان الوزن. خلي انت يعني اذنك، استخدم اذنك، يعني مو كل الناس هلا بدها تجيب ادوات وبدها تتقنه، في منه داخل ليجرب حاله اذا رح يكفي بهي الاله او لا، فهذا المستوى بناسب هدول الاشخاص كتير. يعني انت مثلا عم تعمل دو، اعمل دو ايقاعك المضبوط داخليا. هلا بالبداية بنرجع لعدم تصعيب الامور وتعقيدها، يعني انت الشغلة واضحة انه مثلا هدول سرعات ما بيشبهوا بعض، واضحة انه هاي تشبه بعض، قريبة من بعض. يعني خلي اذنك دايما باذنك اسمع، هي تقودك، واشتغلوا على هالاساس. يعطيكم الف عافية، بانتظار الدرس الجاي.